شحات. انا من شحات ضيعنا من زمان بابا وماما. الجات الجبل واجع عم يزعلنا. غزال غزال تعال شوف ايش مالك. ايش مالك؟ انا ضيع من بابا وماما من زمان. كذاب انت، انت شحات. لا من شحات. تقي عيسى امك وابوك حاطينكم حاطينك في الشارع تشحات. امشي يا ميرا. تعالي شوفوا يا غزل، يمكن جعانه عن جد وضايع من اهله. استني ميرا تلاقي اهله اللي حاطينه في الشارع يشحات. انا بدي اساعده يا غزل. انت روحي على الدرج، روحي شوف ايش اسكت. روح انا بدي شيء. مالك انت؟ وين اهلك؟ وين امك وابوك؟ ضايع من بابا وماما. طب انت وين دعمكم عشان اوصلك واساعدك؟ انا ما اعرفش. يا الله، طب معك رقم امك؟ لا ما اعرفش. تعرف رقم ابوك؟ لا. ولا حدا رقم من المنطقه بتعرفه؟ انا بدي اساعدك وبدي اروح اجيب لك اكل. انت مبين عليك جعان وعن جد انت ضايع من اهلك. ماما، في ولد بالشارع قاعد بعيط بقول انه تايه من اهله، بينفع اخذ له اكل؟ اه بينفع يا ماما، خذي له اكل عادي. ماشي، هيني رايح اخذ له اكل. اه ماشي. قعد كل هذا لان جبت لك تفاحه وساندويتش. انا نفسي اساعدك بس والله ما بعرف كيف بدي اساعدك. معكش رقم امك وابوك، ومعكش اللي حواليك، ومعكش اللي جيرانك، كيف بدي اساعدك انا؟ والله ما هين علي اسيبك هنا والدنيا بتشتي. خلص تعال معايا على داري. قوم يا ميرا، كنت اخذت الايد عليك. ميرا مين هذا؟ ميرا اللي جايبه معك يا ماما. ماما هذا الولد اللي قلت لك عنه بالشارع بعيد عند اهله. مش عارف انه ضايع. هو الشتا كثير بالشارع مبين انه ضايع. شو اسمك انت؟ شو انت كيف ضاعت من اهلك؟ يعني كيف كنت؟ ولا انت بتكذب وطلع تلعب وشارد منهم وبتعمل حالك ضايع؟ والله ضايع، انا كنت بدي اشتري العاب ورحت من البيت وضاعت. طيب انا ما بعرفش عنه حاجه، يعني ولا بعرف المكان اللي كان فيه، بعرفش يرجع له، ولا بعرف من دار ايش، ما بعرفش غير اسمه. ماما لازم نساعده، الشتا كتير برا برد، حرام الولد لقيه واهله ما هلا قاعدين بدوروا عليه. بس يا ميرا احنا ما بنقدرش نساعده، فيش بايدنا شيء لانه ما بنعرف عنه حاجه. بتعرف شكل دار كله شفتها من برا؟ اه. بس بتعرفش الشارع؟ بس اكيد في المنطقه هو قريب، لانه مش معقول مش مسافات بعيده. صح. خلص احنا هلقيت يا ميرا، بدنا نحاول نساعده، ننزل انا وياكي ونروح في الشوارع اللي حوالينا هان نسأل، ويمكن في حد يعرفه من الشارع، حد يعرفه من أهله يكونوا بيدوروا عليه. يلا يا جود، يلا يا حلو، يلا تعالي ميرا معايا، يلا نروح ندور على أهله وإن شاء الله بنلاقيهم، وإن شاء الله بتشوف دارك وبتعرفها. شايفة يا ميرا؟ للأسف لفينا كل الشوارع اللي حوالينا، لا لاقيين دارهم ولا عارف هو حاله وين جاي. ولا باب اخضر يا حبيبتي. ما فيش باب اخضر يا حبيبي، لفينا كل الشوارع اللي حوالينا، واحنا ما ينفعش يضل عنا يا ماما. احنا لازم، وهلا اهله قلبه محروق عليه والشرطه بتدور عليه وكل اثنين بتدور، ما ينفعش يضل عنا يا ماما. احنا لازم نلاقي له اهله وندور عليهم كتير، لانه هلا اهله قاعدين بدوروا عليه ومحروق قلبهم عليه. لازم نسلمه للشرطه لانه الولد مش عارف عن حاله حاجه. ما تودنيش على الشرطه، انا خايفه من الشرطه. يا خالته ما ينفعش، انا لو بايدي اخليك عنا بخليك، بس انت اهلك هلا حيدوروا عليك وحيفكروا انه احنا اللي خاطفينك. انا يا خالتي ما تودينيش على الشرطه عشان بخاف وتنع ضهرنا عشان بابا وبابا. يا ميرا الدنيا صارت ليل والدنيا قاعده بتشتي وبتزيغ، انا مش عارفه شو اعملكم. شو بدي اعمل فيه الولد هالقد؟ ممكن احنا نصوره وننزل الصوره على الفيس ونكتب اسمه ونقول هذا الولد ضايع من اهله، ونكتب عنوان دارنا والناس بيجوا بياخذوا ابنهم. والله هي فكره حلوه وممكن تزبط، واحنا كده كده مش خسرانين شيء. والله يا ميرا فكره حلوه، يلا نروح ننزل صوره على الفيس. يلا جود، يلا يا حلوه، هلا بدنا نصورك صوره عشان ايش؟ عشان اهلك يعرفوك ويجي ياخذوك من عندنا. يلا وقف، هلا حنزل صورتك على الفيس واكتب اسمه جود واكتب عنواننا ورقم جوالنا واحطك في جزا جروب عشان ايش؟ عشان اذا اهلك او حد من اللي بيعرفوك شافوك يودوك عند اهلك. ماشي؟ تخافش يا جود. طيب شكرا يا خالتو، شكرا يا ميرا، انتو كتير ساعدتونا حبيبي يا خالتو. هلا احنا هنا نزلت على الجروب وهي نزلت على الفيس، ان شاء الله اهلك هلقيتها بيشوفوا الصوره وبلاقوك، واذا ما حدش من اهلك شافها بشوفوها قرايبك اصحاب الحي اي حد بشوفك. اي حد بيعرف هذا الولد؟ هذا الولد ضيع من اهله وهي موجود عندنا، هاي العنوان وهي رقم الجوال. خلص ان شاء الله هلا يا جود
اهلك بيشوفوا الصوره وبيلاقوه. يلا ان شاء الله ترجع لاهلك، ان شاء الله ترجع لهم ان شاء الله. مين هي في هذا الكتاب اللي بحكي انه هذا الولد بيعرفه ابن جيرانهم في نفس الحي ساكن؟ هلا بده يبعثني عند اهله، بدي اقول له يبعث لي رقم جوال اهله. هي اعطاني ابن جيرانهم رقم اهله وراح اتصل عليهم. ماشي تمام، هي عنا يا جماعه تقلقوش، لا هو بخير وتمام. خد خد يا جود، ابوك بده يكلمك. هي بابا معك. خلاص هاتي جود الجوال. خلص تمام، هلا راح ابعث لك العنوان في الرساله. تمام يعطيك العافيه. هلا يا جود بابا راح يجي ياخذك. يلا وين ايش بده يجي بابا يا ميرا؟ بده يجي، هيو حكى لي انه في الطريق. مين؟ افتح الطريق يا ميرا. هدول الناس اللي عندكم جود. رجعت لي عن جد كثير بشكركم، انا من الصبح ما خليتش ولا مكان. مركز شرطه مستشفيات. يا ماما من الشارع جابت لي كم تفاح. عن جد يا عمو انا كثير كثير مبسوط منك، يعني انت رغم انك انت بنت صغيره لكن انت ساعدتي ابني انه يرجع لي يعني. نحن ابنك رجع لك. شكرا شكرا كثير يا عمو لك، وعن جد انت المفروض تفتخري في بنتك يعني. عفوا يعني لولا بنتك كان اليوم انا بدور على ابني قاعد في الشوارع لحتى الان. مش انه ابنك كانت في حضنك وانه الحمد لله الحمد لله انه رجع لي. بس تحكي لهم شكرا يا بابا.